مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من زدني علما، يتجدد فيها اللقاء معكم ومع مختلف المواضيع اللي نناقشوها ونحاول أن نطرحها معكم، مش باش نوصلوا بالضرورة إلى إجابات، ولكن عسى أن نظفر ببعض المطارحات اللي تخلينا على بينة من بعض المعطيات المهمة، ونحاول أن نصيغوها معكم وفق قراءات اللي تكون قريبة من شواغل المواطن واهتماماته. أهلا وسهلا بمقترحاتكم، وأهلا وسهلا كذلك بمشاركاتكم اللي توصلنا في زدني علما، أما عن طريق الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك، وإلا عن طريق البريد الإلكتروني، وإلا عن طريق التليفون. تجمو من توا تتصلوا، تجمو تكونوا حاضرين معنا بأصواتكم مسموعة في قناة القلم وفي برنامج زدني علما، حتى نقرب هذه الأسئلة للأساتذة الأجلاء اللي يحضروا معنا، وتكون الصلة متينة بينكم وبينهم في جسر التواصل اللي يجمعنا مباشرة عبر التليفون 74 621 607. مشاهدينا، بعد حلقات متتالية من المواضيع الاجتماعية اللي تفاعلتوا معها تفاعل كبير، واللي كانت مشاركاتكم توصلنا حتى بعد نهاية البرنامج، وهذا الصدى اللي يوصل من خلال البريد الإلكتروني وإلا الاتصال المباشر وإلا من خلال الفيسبوك، نحاول ديما أنه يكون دائما قريب إلى قضاياكم، إلى بعض شواغلكم الحياتية. واليوم موضوع يبدو للبعض خطير ويبدو للبعض الآخر على صلة بالواقع، لابد أن نتطرقوله ولابد أن نتحدث عنه، ولابد كذلك أن نثير بعض المشاكل اللي ممكن أن يسببها في حياتنا. هو مشكل، ولكن يمكن أيضا يتولد منه هو مشاكل أخرى أكبر وأكبر. موضوعنا اليوم مش يتعلق بالرشوة. الرشوة باعتبارها ظاهرة اجتماعية تفشيت، قد تكون هذه الظاهرة تزادت بعد الثورة في تونس وربما في المجتمعات العربية بشكل عام. فما هو مفهومنا للرشوة مشاهدينا الأعزاء؟ شنو هو تعريفنا للرشوة؟ وخاصة ما هي الأسباب اللي تخلي البعض يا أما يرتشي وإلا يقبل رشوة؟ وما هي انعكاسات هذه الرشوة على المجتمع؟ شنو ربما الفرق ما بين مفهوم الرشوة وما بين بعض المفاهيم الأخرى القريبة منها، كما الهدية، كما ربما أيضا الاتجار بالجاه؟ هذه مصطلحات نسمعوها ونعرفوها وأحيانا ما نفرقوش ما بيناتها، ونحاول اليوم نتعرف على هذه المفاهيم في نظر الشرع وفي نظر القانون. نحاول كذلك معكم مشاهدينا نتعرف على حكم الإسلام للرشوة، وكيف عالج الإسلام ويعالج الرشوة. معكم هذه الأسئلة مش تكون حاضرة ومش تكون كذلك بعض القراءات لها من خلال اتصالاتكم وأيضا من خلال أساتذتنا الأجلاء اللي أنسونا في الاستوديو وتعودنا بحضورهم ومنورين ديما في زدني علما. الأستاذ أحمد بوشحيمة، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ نوري، أهلا وسهلا بالأستاذ محمد المديني، مرحبا بحضرات النظارة الكرام. أملنا أن يكون هذا اللقاء المتجدد معكم فيه من الإضافة والإفادة ما يغني ويفيد، نستمد في ذلك العون من الله، ربي يوفقنا إن شاء الله، ونرجو لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. مرحبا بك يا سي أحمد. أيضا ينورنا بالحضور في الاستوديو معد البرنامج الأستاذ محمد المدنيني، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك وبالأستاذ أحمد وبجميع النظار الكرام، ونرجو إن شاء الله نقضي أفضل الأوقات وأمتعها وأنفعها مع موضوع من المواضيع الخطيرة التي تمس حياتنا ونعني به الرشوة. صحيح، لابد أن نكون أمين قدر المستطاع لكم أنتم زوز أساتذتنا الأجلاء، لأنه فما سلام كبير لكم الأستاذ أحمد، الأستاذ محمد، أيضا الأستاذ عمر، تحية للجميع من جمهورنا من مشاهدينا الأعزاء لكم، فالتحية إن شاء الله تكون وصلت وإن شاء الله تكون أمين في ذلك.
اليوم مش تكون الحضور لكم انتم ان شاء الله اكبر، لانه في كل مره نقولوا لازم مشاهدينا يكون حضورهم اكبر بالتليفون، وان شاء الله ناخذ اكبر عدد ممكن من هذه المكالمات عن طريق التليفون 621 607. فضفض اللي في قلبك فيما يتعلق بموضوع الرشوه، لانه ساعات الانسان يتحرج كيف يحكي بعض الحاجات المتعلقه بهذه الظواهر الاجتماعيه اللي مرفوضه بالتاكيد. ساعات الانسان يلقى روحه مضطر في وضعيات معينه انه يا اما يشارك والا يشاهد والا ربما يتعرض لبعض المواقف تكون فيها الرشوه موجوده. علاش وكيفاش وبأي طريقة نجم نقلص منها وإلا نعالجها؟ هذه الأسئلة حاولنا نطرحها عليكم، وحاولنا أيضا تكون موجودة في الشارع مع المواطن، باش ربما تكون المنطلقات هي اللي تخلينا نتطرق إلى هذا الموضوع بشكل واقعي وقريب إلى قضاياكم. كانت النتيجة في حصيلة أولى مع الروبورتاج، ثم نرجع من جديد معكم. شنو رايك في اليوم الرشوه ولات ضروريه توا في وقتنا باش الانسان يقضي حاجته في تونس؟ والله كان ما تجي من ناحيه الاسلام ماهيش ضروري. كيفاش ضروريه؟ انا ما باش تقضي مصالحك ولات الغد من ضروريه، ما تنجم تقضي حاجتك كان بالرشوه. والله انا كونتر هذا، اما مالوريزمون يعني الرشوه في تونس امبوسيبل تتنحى، مش تقاديمه موجوده. الرشوه ولات موضوع اساسي في البلاد، الانسان ما ينجمش يقضي قضيه ما فيهاش رشوة، ما فيهاش معارف، ما فيهاش علاقات كبيرة، سواء كانت بالرشوة ولا بلاش، فهمت؟ المفيد كرشوة موجودة معنا، حاجة ما نجمش يستغنى عليها المجتمع التونسي. لا لا، الرشوة مش ضرورية، نجمو نقضوا قضيتنا بمحل ربي. أي واحد لازم يدفع الرشوة، أبسط حاجة أنت عندك تجيب بها الحوت، هيك خدمتنا، احنا عامة الشارع خدمتنا نجيبوا الحوت، تطلع بها لازم يوقف قداش من واحد. هذا البواب، هذا حرس، هذا شكون وقت لازمك تعطيه، ما تعطيهش يدورك الفورير انت وكربه. صحيح، ما تمشي تقضي قضيتك كان بالقهوه، مسني ونمسك. هي مش ضروريه، لكن ما هي شر لابد منه، يعني فرضتها الحياه اللي احنا عايشين فيها، فهمت؟ في اداره، في مركز، في كل حاجه، ما تنجم تقضي قضيتك الا ما تستعمل الرشوه. حاجه ضروريه بالنسبه للي انا نرى فيها والمواطنين الكل يروا فيها الرشوه، حاجه ضروريه. حاجه ضروريه ولات حاجه ضروريه، ما تعطيش رشوه ما يقضي لكش قضيتك. هذه حاجه مزروعه فينا احنا التوانسه. بالحق بالحق، تو براتيكمون الناس الكل ما ينجم يقضي حد قضيه كان في اي بقعه، سورتو الاداره التونسيه ياسر ولات فريمون الواحد يولي على اعصابه باش يمشي يقضي قضيه، باسبور، بطاقه تعريف، ما نعرفش انا. انا درنيرمون تعطلت الف تعطيله باش الواحد قضى قضيته كمام. زباش تكون ضروريه بالكل. نظرا لكون الدوله نتاعنا ماهيش دوله قانون ومؤسسات، مش نقدر نعملوا في الرشوه احنا. توبه يعني تجي تقول لا الرشوه باش تقضي قضيتك. الرشوه هي مش حاجه ضروريه، اما الناس تحب تسرع، معناتها الصبر ما عادش عندنا. واحد مثلا قضيته تقضى في نص شهر ولا يلزم يقضيها في نهارين ثلاثه، يحاول بالرشوه باش يسرع. باركوندر ساعات يسرع وساعات يطيح في دومين ناس مسخه وترسالوا في عوض ثلاثه ايام، ترسالوا في مشاكل اكثر واكثر. والله هي ضروريه ومش ضروريه. كيفاش؟ ضروريه كيف يبدا العون الامن ولا اللي مش ياخذ الرشوه يبليجي عليك باش تعطيه الرشوه باش تقضي حاجتك. تولي وقتها انت باش تقضي حاجتك تتلزم باش تعطي رشوه. ومش ضروريه كيف احنا مثلا كشعب وكعباد هكا نبداو واعيين ما نعطيوش الرشوه. سبق لك شيء انك تعطي رشوه قبل؟ لا لا. بون انا ما استحقيتش ندفع رشوه، وكونتر يعني اللي ندفع رشوه، خاطر بالطبيعه الدين كونتر الرشوه. مش نكذب عليك نقول لك ما تدفعش تدفع، نعم؟ في برشا حاجات، في برشا مصالح مثلا، في سبيطار، في اي اداره. هي علاش دفعت الرشوه؟ تزيد باش ندفع الرشوه على خاطر باش قضيت مصالحي، باش قضيت قضيتي. سينا مش تقعد قضيتي تطول وسافوار تقضي ولا ما تقضاش. اي باش قضيت قضيتي. اي مش باش نضر العباده، قضيتي خاصه. باش تقضى لي واش عطيته قهوته باش سقدني. دفعنا ديما ندفع، انا يوميا ندفع. بخير يجيني محضر 260 ونعطي 30 دينار. ما سبقليش الحقيقه، ما دفعتش ومش ما استحقيتش. حقيقة لا، ما في حدا في حتى مصلحة في حاجة، ما دفعتش الرشوة. نعم والله ما وديتش الفرصة، فهمتي؟ لو كانت تودي الفرصة يمكن. ما دفعتش حتى مرة رشوة، اللي يتعامل بالرشوة ما تعملش معاه، خاطر عندي شوية صبر.
متعلمه يلزمني نصبر على حاجه باش تجيني. مسبق لي ما مسبق ليش؟ الله غالب نتلز. يا مش تدفع الرشوه يا ما تاخذيش مصالحك. دفعنا 1000 مره الرشوه. السبب اللي احنا نخدمه كيما حكيت لك يشد لك على ستوب ماليه معنى يا ودي ماركيت لا ما ماركيتوش بالباهي يا ودي كيفاش؟ انا نخدم نهار كامل ما نصورش 20000، انا نخرج من داري 5:30 متاع الصباح للنص النهار نخدم باش يجي جورنيه 15-13000، فهمت؟ ما دفعتش خاطر نخاف ربي ما تعاويكش تربيت معناها ما نتعاملش بالرشوه. ياسر حياة عمري ندفع في الرشوه، خايف من الحبس. تدفع رشوه خير ما تمشي الحبس. ما عندك حتى شيء تدور في الشارع تدفع رشوه، اجا اش تعمل فهمني تفضل. دفعت. احرقت ضوء دفعت رشوه. واضح أن البعض منكم فما شكون قلبه معبي من حكاية الرشوة، وفما شكون البعض الآخر ربما يلقى بعض التبريرات، يلوج على بعض التبريرات باش يفسر ما تعرضه، وإلا ربما ما هو يحب يقدم عليه لأنه يلقى روحه في بعض الوضعيات في مأزق ويحب يخرج من مأزق معين، وبالنسبة له هو يرى أنه الرشوة كيف يدفعها راه مش يخرج من هذا المأزق، ما ربما ما يفكرش أنه قد يدخل في مأزق أكبر قانونا وشرعا. هذه بعض المعطيات حبينا انه معاكم انتم تكون منطلق، وقصدنا طبعا انه نثير المساله حتى نحاول ان نتعرف هذه الظاهره وخاصه اسبابها وامكانيه علاجها، دون من انه نقصد انه فما فئه معينه مستهدفه والا فئه معينه مقصوده بالمساله، لانه الرشوه راهو تجم تكون حاضره ساعات حتى ما بين زوز اطراف معناها قراب لبعضهم في الحياه الاجتماعيه، مش بالضروره تكون ما بين انسان عنده قضيه ومستحق قضيه ويحب يخدم قضيه معينه وشخص اخر طالب هذه القضيه. على كل خلينا بالبدايه نتعرف عن مفهوم الرشوه، شنو الرشوه شرعا وقانونا؟ استاذ احمد لابد المصطلح هذا نفسروه، لانه ساعات تتداخل بعض المفاهيم والبعض ربما يسميها هديه والبعض الاخر يقول لك قهوه والبعض الاخر يقول لك هذه، ما هو باش نسهل اموري وهذه اكراميه، فشنو مفهومنا للرشوه استاذ احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاتي وسلامي على صفوه خلق الله اجمعين سيدي وحبيبي محمد واله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الرشوه هي بذل مال او خدمه مقابل الانتفاع بشيء بمصلحه مقابل جلب منفعه على غير وجه حق، وهذا الشيء الأساسي فيها، أنه إنسان يدفع مال ليصل إلى شيء ليس من حقه، أو ربما إلى حقه إذا امتنع عليه ولكنه طلب منه ذلك حتى يمكن من حقه، فليكتسب الرشوة المرتشي هذا هو الذي يأخذ هذا المال بغير وجه حق. فعلى هذا يكون في الرشوة ثلاثة أركان، وأحيانا يكون فما رابع. ثلاثة أركان هما الراشي والمرتشي والرشوة، أيوة. المبلغ أو الخدمة أو النفع، وأحيانا يكون رابع هو الوسيط بين الراشي والمرتشي. يأتي إنسان يقول لك أدلك على فلان تعطيه كذا يخدمك بكذا او يوفر لك المصلحه التي ترجوها. حتى هذه زاد فيها وسطاء الحكايه. نعم. الرائش، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الراشي والمرتشي والرائش. الرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي. نعم. وعلى الرشوه هذه هي ظاهرة قديمة موجودة من قبل في التاريخ، أيوة. والظاهرة هذه تحرمها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، لأن القانون بالأساس أساسه أخلاقي. القانون يقوم على أخلاقيات، يقوم على دفع الضرر عن الناس وجلب المصلحة لهم، ومن باب أولى الشريعة لأنها شريعة الله. نعم. فشريعة الله أحرص وأحكم إتقانا للضوابط التي ترعى مصالح الناس، مصالح المالية. الرشوة هي
مظهر من مظاهر الفساد المالي، هي شكل من أشكال أكل المال بالباطل، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فما نهي عن الرشوة واستنكار لها شريعة وقانونا، فهي منبوذة خلقا وعقلا وقانونا وشرعا. نعم أستاذ محمد، بالنسبة للبعض ربما يقول لك أن هذه راهو نعتبرها هدية، وهذه نعتبرها مكرومية، وهذه راني نعتبرها وكأنه أنا حبيت نجاملك في مسألة معينة لأنك أنت قضيت لي قضية، فحبيت نجاملك وحبيت ربما نقدرك في مسألة معينة راها أنا هدية. هل هذه المفاهيم أحيانا تتداخل إلى حد عدم الفصل ما بين الهدية والمكرومية والرشوة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وبثقتي واستعين. إكمالا لما قاله الأستاذ أحمد في تعريف الرشوة، فكما يمكن أن تكون دفعا للمال أو وعدا بدفع مال أو هدية أو غير ذلك من أجل الحصول على مصلحة، فإنها يمكن أن تدفع كذلك من أجل تعطيل مصلحة. يعني كما يمكن أن تكون من أجل الحصول على مصلحة، يمكن أن تكون أن تدفع الأموال، أن تدفع الرشوة من أجل تعطيل مصلحة، مصلحة شخص على حساب شخص آخر، أو شركة على حساب شركة أخرى. هذا يحصل في واقع حياتنا، وأنت دخلت مبكرا في مستوى الفارق بين الهدية وبين الرشوة. وراو إذا ما عدنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويبين لنا الحلال من الحرام. هناك قاعدة عامة إذا ما انطلقنا منها يمكن أن نتوصل بيسر إلى التفريق بين الرشوة وبين الهدية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الحلال بين وإنما الحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات يخفين لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه القاعدة الأساسية ترتبط بما؟ ترتبط بعمل أو بأمر داخلي في باطن الإنسان، هذا الأمر هو الذي يجعله متبينا لما سيقدم عليه، أهو حلال أم هو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس. فالرشوة يعلم صاحبها علم اليقين أنه سيجني من ورائها مصلحة يرفضها الشارع. فالهدية مثلا، الهدية غاية غايات الهدية أن تكون من أجل تعزيز الحب والألفة والمودة بين الناس، ومن أجل إبعاد غرائز الضغينة والكراهية بين الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فالهدية مطلوبة ومحبوبة، هي مطلوبة ومحبوبة. نعم. هذا من نعم. من أجل توطيد علاقة المحبة بين الناس. والهدية إذا كانت ستؤدي إلى منفعة يحصل عليه الإنسان فيما بعد، يعني يدفع تسبيقة، التسبيقة هي الهدية، وبعدها يطلب طلبا، هذا إذا كان الأمر كذلك فإنه يعتبر رشوة. معناها الأمر واضح. إذا كان أن الإنسان سيتحصل على شيء بدفع مال أو بوساطة على حساب غيره فهو أمر مرفوض شرعا وهو رشوة. هكذا نمشوا بالنوايا أستاذ محمد. قاعدة مهمة، إنما الأعمال بالنيات. قاعدة مهمة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. في داخل الإنسان وازع يجعله يتحرك وهو مطمئن البال، ويجعله يتردد ويضطرب عندما يقترب من الحرام. وفي أمر الرشوة الأمر واضح، ورينا السادة المشاهدين كيف أنهم يتحدثون وقال لك أنا نعمل الرشوة، يعني أنا ونقدم الرشوة، لن يعلمها ويعرفها ويدركها، يعرفها حرام ومع ذلك يرتكبها. نعم. بين الأسباب فيما بعد ويجاهر بذلك ومطمئن بذلك لأن أصبحت عادة مألوفة. نعم. يقول القائل أستاذ محمد، يقول لك تو هو الشخص هذا راضي، وقبل ذلك
فهل هذا يعد رشوة؟ أنا راضي وأنت راضي. هو مش راضي، هو مش راضي، فعل ذلك مضطرا. وقال سي أحمد الآية منذ قليل، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم، الظاهرة انتشرت بشكل واضح أستاذ أحمد، لدرجة أن البعض ولا يقول لك إيش بي، راني أنا قاعد نقوم بالرشوة ونعمل في الرشوة، من غير أنه لا يلقى مشكل في أنه يجاهر بذلك، ولا يلقى حتى حرج في أنه يقول هذا علنا. الظاهرة انتشرت بشكل ربما لدرجة أنه الناس تجاهر بها علنا. قضية التراضي، أي لا تحل الحرام، فالرابي والمرابي متراضيان، نعم، والزاني والمزني به متراضيان، نعم، ولكن هذا حرام، الزنا حرام والربا حرام، كذلك الرشوة، حتى ولو كان الراشي والرشوة لها حالات، فمحال برضا الراشي، وأحيانا هو مكره على ذلك لقضاء حاجته، نعم، وأحيانا يدفعها عن طيب خاطر وهو مطمئن النفس، نعم. لكن سمحني قبل ما نواصل في الفكرة هذه، حبيت نزيد نبحر شوية في الحديث عن الهدية والرشوة. أيوة. لأنه يلتبس الأمر أحيانا، وساعات الصورة اللي أعطاها الأستاذ محمد واقعة، يقول لك يقدم هدية وينتظر النفع، أحيانا تأتي بشكل آخر، وهذا حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صحابي اسمه ابن اللتبية، يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمع أموال الزكاة، فكان يعود من جمع الأموال، يجمع الزكاة ويعود، فيقول هذا لكم لبيت المال، وهذا أهدي إلي. هو مشى يجمع في الزكاة، يأخذ من معنى أموال الزكاة ويأتي بها إلى بيت المال، ومع ذلك هناك شيء يهدى إليه. فماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وقام خطيبا في الناس وقد أحمر وجهه، فيقول ما بال أقوام نوليهم العمل مما ولانا الله، فيأتون فيقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه؟ شوف، أنت حصلت على هذا النفع بهذه الطريقة، وأنت يعني تعرضت للرشوة تعرضا، لا ربما لم يشترطها الإنسان، وهذا معناها قمة التحري في عدم قبول مال لا يستحقه الإنسان. يجيك إنسان ويقول لك كرامية وقهوة، لا يا سيدي، أنا قاعد نخلص على وظيفتي، أنا موظف وقضيت لي قضية، وتجي تعطيني مبلغ زايد من غير حتى ما نطلب منك، هذا لا يقبله الشرع. فأنا إذا كان على خاطر كان مش نحل الباب هذا، سوف يجرنا إلى أخذ الرشاوى وإلى معنى أشياء أخطر. نعم، هو المصطلح هذا قريب نوعا ما إلى مصطلح يعرفوه للقانون والاتجار بالجاه، وهو مع الإنسان يستغل السلطة متاعه، يستغل المنصب متاعه، ويستغل الوضعية اللي هو فيها باش ربما يبتز البعض ياخذ منافع. نعم. نرجع توا لمسألة الانتشار الظاهرة، نعم، وتساهل الناس في قبولها، هذا ناتج عن ضعف الوازع الديني، هذا ناتج عن ربما الجشع والطمع، هذا ناتج عن تضخم الأنا والأنانية، لأنه الإنسان إذا ما اتصف بالقناعة، والقناعة كنز لا يفنى، وديننا يحثنا على القناعة، إذا ما آمن بالقدر وأنه ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، فإنه لا يفعل الحرام، لا يفعل الحرام. وهوني ربما جينا أسئلة ساعات، يقول لك إنسان اضطر، يعني عنده مصلحة لا يستطيع قضاءها إلا إذا دفع رشوة، يلقى روحه مجبر، يقول هوني أنه إذا استطاع أن يصبر ويحتسب ومعناها يحاول أن لا يدفع الرشوة، أيوة، وحتى ولو خسر فيكون جزاؤه كبيرا عند الله. نعم. وإذا كان المصلحة هذه
يعني مسألة ضرورة أو مسألة لقمة عيشه أو مسألة معناها مهمة جدا. نعم. فهو إن دفع الرشوة مكرها سيتحمل الإثم المرتشي ويخرج هو من الإثم تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولا ينبغي أن نتساهل بتاتا في هذه القاعدة. نعم. ما نحلوش اللعب فيها برشا، هذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأنه تتبعها قاعدة أخرى أصولية هي ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. يعني إذا أبيح لك للضرورة أمرا فلا تتساهل وتفتح الأبواب على مصراعيها. نعم. إنما تأخذ حقك وبالقدر الذي تفريضه تلكم الضرورة دون أن تتسع وتوسع المجال في أخذ الحرام. طب نرجع بتفاصيل أكثر لهذه الوضعيات سي أحمد، ونرجع خاصة إلى الحكم الشرعي فيما يتصل بالرشوة، ولكن مش يكون الحوار بيناتنا تفاعلي، وتجمو تكونوا حاضرين معنا بالتليفون 74 621 607. يخليكم مباشرة معنا في البرنامج اللي يتواصل معكم إن شاء الله حتى للعشر ونصف في موضوع الرشوة اللي يتعرضوا له البعض، واللي ربما ساعات يلقاو رواحهم مجبرين أنهم يمارسوا هذه الآفة الخطيرة جدا في المجتمع. أما مكالمة هاتفية معنا، ثم نواصل الحوار مع هذه المعطيات الخاصة بموضوع الرشوة. لسعد من صفاقس، سهلا وسهلا بك. مرحبا بك يا سعد. تحية لكم والعاملين في قناة القلم. شكرا. بالله يا أخ نوري، حبيت عندي ملاحظة. معناها كانت عملنا برنامج على اللغة العربية إن شاء الله في قناتكم. إن شاء الله إن شاء الله. ألو، علاش ليه مقترح نسجلوه، وعلاش ليه يكون موجود إن شاء الله ضمن البرمجة الخاصة بباقة برامج قناة القلم في قادم الأيام يا سعد؟ مرحبا بك. العربية أهملت وما تتلام بصراحة، ضاعوا حقيقة، ضاعوا يعني من حيث الخط والقراءة والفهم والصيغة وإلى آخره. به بالنسبة لموضوع الرشوة، حبيت فقط نعرف شوية معناها، خاصة نعرف احنا في الساقس هنا موضوع الرشوة متفشي خاصة في موضوع البناء، وفي صفاقس وفي غير صفاقس. معناها المسألة ليست مرتبطة برقعة جغرافية معينة ولا بفئة معينة، هي ظاهرة اجتماعية منتشرة بشكل واضح، معناها سواء كان في تونس ولا حتى خارج تونس. يا سعد، نعم، يعني ظاهرة غريبة جدا، معناها متفشية، وظاهرت الرشوة هي متعلقة بالأخلاق. ألو، نسمع فيك. بالأخلاق، و يعني والتربية والدين ومعناها والاقتصاد والعدل، معناها هي سلسلة مترابطة. لما ضيق به الإنسان وتقل ويقل العمل وتكسر البطالة ويكسر الفساد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصاد معناتها يتعطل وما ثمش عدل، يعني هذا كل يأثر ويخلف معناها مظاهر سلبية كما الرشوة والمحسوبية والفساد المالي وتبييض الاموال والى غير ذلك، معناها من الامور اللي نعرفها الكل. توا لسعد، كي نحبوا نحكيوا شويه بصراحه اكبر، هل تلاقيت روحك في بعض الوضعيات اللي انت مجبر على انك يا اما تكون راشي والا تكون مرتشي؟ والله وقعت لي مره، يعني في خذيت سياره جديده وفرحان بها، ما حبيتش معناها يفكوا لي رخصه السياقه. يعني اضطريت ان كما نقولوها نسلك اموري، اضطرار مش اضطرار، هو تجم نقول 100% انا خطأ مني، لكن تبت بعد ذلك ومعناها حسيت بالذنب، وفي مرات اخرين يعني قلت له تاخذ الكهرباء ومانيش باش نعطيك حتى فرنك. يعني معناها بالنسبه لك انت، حتى مره حبيت حتى الفيزيتا روح زوالي مره واثنين وثلاثه واربعه، وقلت حتى نبيعها، ما يعني كما قال في الاستاذ بوشحيمه، يعني كوش للضروره القصه. مثلا انسان مريض لا قدر الله، يعطي معناتها حاجه باش يسلك اموره في العمليه المستعجله. هو ما قالش هيك سي احمد، هو قال بالعكس ما يلزمناش. نعم، ما نحلوش البيبان كما قالوا الاستاذه، ما قالوش معناتها ما نحلوش البيبان احنا في الامور هذه. نعم، وبارك الله فيكم ربي. يعطيك الصحه، شكرا يا لسعد. لسعد تعرض الى بعض المعطيات اللي تخلينا مباشره نتعرف اسباب الرشوه والاسباب اللي تخلي الانسان ربما يقوم بهذه الظاهره الخطيره. استاذ محمد، حسب رأيك أنت شنو أبرز هذه الأسباب سي محمد؟ هناك أسباب ذاتية نفسية. نعم. وهناك أسباب اجتماعية، وهناك أسباب اقتصادية، وهناك أسباب سياسية. الأسباب النفسية والاجتماعية ترتبط أساسا بطبيعة التربية، فالبيئة التي تضعف فيها القيم الإيمانية
واستشعار رقابة الله، وأن الإنسان سيقف بين يدي الله يوم القيامة ليسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ولأنه قد يكون من المفلسين يوم القيامة، مفلسين لأنه أكل أموال الناس بالباطل. هذا ضعف القيم الإيمانية عامل من العوامل وسبب من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الرشوة. بالإضافة إلى القيم الإيمانية هناك ضعف للقيم الأخلاقية. ضعف للقيم الأخلاقية أن الناس لا تقدس قيمة العمل، وأن الناس لا تتقن عملها، وأن الناس تريد الثراء السريع، وأن الناس تريد أن تستغل الظروف من أجل الكسب الحرام. هذا عامل من العوامل الأخلاقية. هناك عوامل ترتبط بالجانب الاقتصادي والسياسي أهمها. عندما نتحدث عن المصالح الإدارية عادة تعقيد الإجراءات في مستوى المصالح والمؤسسات الإدارية هكا التعقيد يمكن أن يوفر المناخ المناسب للرشوة. نعم. يولي عوضة باش يشد الصف طويل، وإلا باش يقضي حاجته في نهارين، وإلا في ثلاثة يضطر اضطرارا. طب بعد نرجع لهذه اضطرار، لأن يلزم أن نتحدث فيها بدقة. يقول لك هو اضطر اضطرارا إلى أن أدفع المال من أجل أن أتحصل على المصلحة، وإلا على القضية، ولا على الورقة، إلى غير ذلك. وثم عوامل أخرى تتصل بالجانب السياسي. يعني الفساد المالي عادة ما ينتشر في ظروف الاستبداد، تكثر الامتيازات للبعض على حساب البعض الآخر، وينعدم تكافؤ الفرص بين الناس. تصبح اللي صاحب الجاه وصاحب السلطان هو اللي يقضي وهو اللي يتمكن من كل شيء، بينما الفقير الذي لا يستطيع دفع الأموال لا يتحصل على حقه. عامل آخر يتصل بالجانب الاقتصادي، المرتبات الضعيفة، الأجور الضعيفة التي لا توفر للإنسان كرامته، فلا يحافظ على عرضه، ولا على ما يتوفرلوش ما به يحافظ على عرضه وعلى ماله وعلى عقله وعلى دينه وعلى نفسه. يولي يضطر اضطرارا إلى أن يكمل النقص الموجود في حياته بتوسل وسائل غير مشروعة، وأساسها الرشوة. تقريب. نعم. هذه أهم العوامل التي تساعد على انتشار الرشوة. عادش خليت يا محمد، كان اختيت هذه الأسباب الكل. شنو خليتنا أسباب الحقيقة البعض راهم يشيرها، يقول لك هذه أسباب أما ساعات ضرورات، أسباب ولكنها ضرورات. وتنرجع لهذا المصطلح فيما يتصل بالضرورات. أما خلينا نسلم على حبيبة المحفوظي من سيدي بوزيد. أهلا وسهلا بك يا حبيبة. حبيبة مرحبا بك، إذا كان تسمع فينا حبيبة رجاء أنه يسمعونا، راهو كان بالتليفون برك، لأنه كيف تسمعونا من خلال التلفزة ربما يكون فما صدى، وساعات حتى المكالمات تنقطع. فإن شاء الله نحاول نعيد الاتصال بها حبيبة، ومرحبا بكل المكالمات اللي توصلنا عن طريق التليفون 74 621 607. سي أحمد، سي محمد عددنا العديد من الأسباب، والأسباب هذه ساعات الإنسان يقول لك راني أنا مضطرني بالحق نقوم أني نقدم جزء من المال باش نحصل مصلحة معينة، لأني كان ما نقضيش المصلحة هذه ربما فما خطر على حياتي، ولا فما خطر على عائلتي، ولا فما خطر على مصلحة معينة مش تنتفع من العائلة. يا هل ترى هذه فيه حكم ولا ما فيهش حكم؟ أكيد، هو كما أشار الأستاذ محمد لابد من توضيح مسألة الضرورة، لأن الضرورة كل إنسان كيفاش يفهمها، يجب نعطيها ضوابطها الشرعية، مش كل حد يفسر على كيف الضرورة. أنا أرى الضرورة في أن أشتري سيارة فخمة وأن أمتلك سيارة فخمة وأعتبر هذا ضرورة، هذا في الشرع مثلا ليس ضرورة، لكن في اعتبار بعض الناس يراه ضرورة. احنا نقول الضرورة هي ما تتوقف عليه حياة الإنسان في عزة وكرامة، ويحرمه إما من لقمة عيشه، أو أنا يهدد كرامته أو أمنه أو استقراره في الصميم. هذه هي الضرورة. أما سوى ذلك فليس ضرورة. أن يزيد الإنسان كسبا، أن يثري، فهذه ليست ضرورة. معناها الضرورة هي ما يهدد مقومات حياة الإنسان في عزة وكرامة، ويضمن له العيش والحياة. نعم. وأن يحافظ على حياته. يتسميش وجه من وجوه المتاجرة يا أستاذ أحمد الحكاية هذه، معناها أنا راني عندي قضية معينة، والقضية هذه نعرف اللي أنت مش تقضيها لي،
فأنا نحب نقدم لك ربما ما أراه مناسبا تقديرا لهذه الخدمة. هل يعد ذلك وجه ولا شكل من أشكال المتاجرة؟ أكيد. ولا هذا تبرير من التبريرات حتى نغلف وضع معين؟ هو التبريرات هذه وهذه تشبه شوية القضية الهدية. نعم. شوف الهدية وهالإكراميات وهالأشياء. شوف الإنسان هو نفسه يعرف روحه. أنا باش نهدي للأستاذ النوري هدية إذا كان تعودت أني نهدي له وتعودنا فيما بيننا فما عرف بيناتنا أنه نتهادى، لكن مش عمري ما هديت له ونهار لي فما مصلحة بين يديه تهمني أنا ونعرف أني كي باش نهدي له الهدية سوف يميل جانبه إلي. لكن اللي يقول لك المثل الشعبي اللي يقول لك أطعم الفم تستحي العين، اطعم الفم تستحي العين. أيوة. معناه وقت تعطي انت الهديه لهذا المسؤول الذي بيده مصلحتك ويقبلها منك، معناها اكيد هذا نوع من الرشوه. نعم. وهوني اخطر الرشاوه هي في سلك القضاء. في سلك القضاء، تحية لرجال القضاء، ننزه رجال القضاء فيهم الكثير من الشرفاء، لكن إذا فما حالات استثنائية وحالات شاذة فهذا لابد أن نندد به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. علاش؟ لأن حكم القاضي نافذ، يولي معناها إذا كان لا سمح الله قاضي اخذ رشوة معناها مش يفسد معناها مش يفك حق الإنسان. نعم. زلة العالم تزيل العالم. علاش؟ نعم. في الآية الكريمة. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأم سلمة تروي لنا حادثة أن اثنان جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يختصموا في حقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه. نعم. فإن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من نار. إذن الإنسان راهو يعرف روحه مش ياخذ المال بالحق ولا بالباطل، فإذا كان يعرف روحه مش ياخذه بالباطل ويدفع حتى لو كان الحاكم كان نزيه وحكم له الفايدته يلزمه ما ياخذوش. نعم. نواصل قلنا مع التليفونات. حبيبة المحفوظي معنا من جديد. حبيبة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبة والله. نعم. مرحبا بك. وبيك يا عيسى يعطيك الصحة على البرنامج ومواضيع كبيرة. يبدو أنه فما مشكلة في الخط لحبيبة من سيدي بوزيد. إذا كان الخط ما أصعفناش باش نكون فما التواصل القريبة بيناتنا إن شاء الله ناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية معاكم عن طريق الرقم 621-607. تحدثنا عن الأسباب سي محمد، والأسباب هي متعددة والضرورات اللي تحدثت عليها. ساعات الإنسان يقول لك راني أنا عندي مصلحة أدفع بها ضرراً، مش ندفع ضرر. إذا كان أنا مش نقوم بهالرشوة هذه راني سأدفع ضررا معينا. يا هل ترى هذه ينطبق عليه حكم وألا لا؟ هو ثمة أمر مهم لابد من أن نتوقف عنده، وهو السياق. يعني المشكل أين نضعه؟ ينبغي أن نضعه في سياقه. عندما تحدث الأستاذ أحمد عن ابن اللتبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان يجمع الزكاة بيد وكان يأخذ الهدايا بيد أخرى، أن المسألة وقعت في بيئة إسلامية وفي أجواء عاشها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك حرج في أن يتكلم وأن يتحدث الصحابي عن كل شيء تعرض له في حياته مثل ابن اللتبية. نعم. في زماننا هذا ينبغي أن نأخذ المسألة من بدايتها، يعني في ضوء الفراغ الإيماني وفي ضوء الفراغ الروحي والفراغ الأخلاقي. لا يمكن أن نربط المسألة بالإسلامي،
لا يمكن أن نربط المسألة بالإسلام، لأننا إذا ما عدنا إلى التربية الإسلامية ينبغي ابتداء أن نرفض الرشوة جملة وتفصيلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها القول الفصل: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. سي محمد، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة شنو الحكمة اللي تخلي الإسلام يحرم الرشوة؟ هيك مش تجيني الشيء آخر، الشيء آخر يمكن أن نتحدث عنه، لكن أنا ثم مسألة مهمة حتى السادة المشاهدين يتبينوها. وقت اللي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، وأن يقوم الإنسان بالرشوة يعني أنه فعل إبليس، وإبليس ملعون. فالراشي والمرتشي والرائش بينهما، هؤلاء جميعا ملعونون عند الله سبحانه وتعالى. نجيو للمسألة في سياقها. إذا كان الناس ما تربى التربية الإسلامية، نقول التربية الإسلامية بالإضافة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك قواعد أخرى، هناك قواعد أخرى من بينها دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وعند تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يعني إذا ما من باب سد الذرائع كذلك سدينا الباب قدام الناس على أن القيام بفعل الرشوة هو حرام منكر مرفوض عند الله سبحانه وتعالى، جعلنا فيهم الوازع على أن يرتكبوا هذا الأصل. هذا الأصل. فيما بعد، هذا علاش الكثير من الفقهاء يذهبون إلى أن الرشوة حرام مهما كان الحال من باب سد الذرائع. بعض الفقهاء الذين يجيزون، وسي أحمد ذهب هذا المذهب، من باب الضرورات تبيح المحظورات. هذه الضرورات التي تبيح المحظورات تقيد بضوابط شرعية دقيقة ينبغي أن يرجع فيها صاحب الفعلة، أي هذا الذي يريد الرشوة يتحول إلى صاحب الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حالة بحالة، ليتبين كيف يقدم على هذا العمل أو يحجم عنه. يعني لا عذر له، نحن نتحدث عن الراشي. نعم. المرتشي لا يمكن أن يدخل تحت طائلة الضرورة. اسمع، هما أما الراشي هو اللي قد يدخل تحت طائلة الضغط والضرورة. يس يا أحمد. نعم. دخلوا جميعا في اللعنة. نعم. يعني أن العميل حتى في باب القضاء هناك من يفصل بين الراشي والمرتشي والوسيط بحسب التفاوت في مستوى الخطورة، لكن في النص الشرعي اللعنة للثلاثة: للراشي والمرتشي والرائش. بالضبط. في العمومي. من باب ماذا؟ نعم، هناك تفصيل، هناك فيما في بعد يأتي التفصيل. في العمومي. بعد يأتي التفصيل. هيك علاش قلت يسأل العالم؟ يسأل العالم لأنه لا يمكن أن يلتجي عند هؤلاء الذين ذهبوا للجواز عند الاضطرار، لا يمكن أن يكون إلا بعد أن يستنفد هذا الجهد في البحث عن الوسائل المشروعة من أجل الوصول إلى حقه. هذه الأولى. ثانية. أيوة. أن يكون الأمر واقعا لا متوقعا، يعني يتصور على أن راه يمنع من حقه ويتوقع أن الأمر واقع، مش حسب اللي يظهر له. وثلاثة، أن لا يكون هذا الذي يصل إليه مرتبط بحق غيره. ما يمكنش بأي حال من الأحوال. الأساس هذايا من يضبطه؟ من يحدده؟ يحدده العالم، يحدده الإمام، يحدده الداعية عندما يتوجه إليه هذا الذي يريد السؤال، هذا الذي يريد الإجابة. إذا كان مش يخليه عند عامة الناس، كيف ما توا الكذب في المصالح جيد. صالح. أي. يقول لك الكذب في المصالح صالح. هذا تبريرات. بالضبط، دون أن نميز بين الكذب. نعم. وهذا حتى في مستوى الكذب في الدين عنده ضوابط ولا يمكن أن نخرج عنها. وكذلك. نعم. الأمر بالنسبة للرشوة، ولهذا في واقعنا هذا ينبغي أن نضغط أكثر من أن نفسح المجال حتى لا يكون الأمر بالتشهي. نعم. لأننا وقعنا في المحظور وبدرجة كبيرة. نعم. أنا اللي لاحظته أنه فما يبدو بعض الاختلاف بينك سي محمد وبين سي أحمد في مسألة معينة فيما يتصل في الراشي والمرتشي. طيب نرجع لها سي أحمد وتحب ناخذوها توا، لأنه فما مكالمة تستنى معنا، ناخذوها ثم نرجع معكم من جديد. مرحبا أم سليم من تونس، أهلا وسهلا بك أم سليم. به يبدو أنه مسلم قالت نخلي لسي أحمد التدخل. طب نرجعوا لها إن شاء الله. نعم. هو الجميل في هذا البرنامج أنه تفاعلي وحواري فعلا، والحوار يزيد يوضح المسائل. نعم.
ما أثاره الأستاذ محمد لا نختلف فيه أصلا، لأنه فما ضوابط شرعية معينة، هذه مما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة. فأن أدفع رشوة لأخذ حق غيري بدعوى أني مضطر إلى ذلك لا سبيل إلى هذا. نعم. أن أدفع رشوة في شيء محرم لا سبيل إلى هذا. نعم. إذن ثم قضية الضرورة يستفتى فيها العالم كما قال، يعني ميجيش الإنسان هك. علاش أنا قلت في بداية حديثي عن الضرورة، قلت الضرورة كل إنسان ينظر لها من زاويته. العالم عندما يجتهد ويجتهد حسب مقتضيات العصر، أكيد، وإلا حسب مقتضيات ما ساد في فترة أكيد معينة. هو من شروط المجتهد والمفتي. أيوة. أيوة. أن يكون عالما بأحوال عصره. نعم. والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام ذهب هذا المذهب، لكن بتضييق شديد. وأنا قلت هذا عندما تحدثت عن الضرورة، قلت من حلوش اللعب راهو في الضرورة. قال لك إذا لم يجد سبيلا آخر ما لقاش، وماشي يضيع حقه، هو لا يجد سبيلا آخر وسيضيع حقه. ثم المسألة ما فيهاش اعتداء على حق الغير، وهذه الضوابط هذه تعرض على العالم، وهو الذي يقدر إن كانت هذه ضرورة أو ليست ضرورة. إذن لا خلاف إنما المسألة تستدعي توضيحا وتستدعي تبسيطا ليس إلا، وأعتقد أنها اتضحت الآن. نعم، لك ما تضيف أستاذ محمد في المسألة؟ لا، هو في نفس الاتجاه. المهم ألا يقع التهاون وفي مستوى التعامل مع مثل هذه القضايا، لأنها استشرت اطلاقا، لانها استشرت هكا الاصل. لان انت تو مش تجي للناس تقول لهم راهو ثم جوانب وكل شيء، هو مش يستسهل وقت اللي هو تربطه بالعالم. ومن قلد عالما لقي الله يوم القيامه سالما. فاسالوا اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لازم يمشي الاسم من اهل الذكر ومن اهل الورع. اهل الذكر بالاساس ينبغي ان يكونوا ورعين، يعني هكا الانسان اللي خاف ربي. نعم. مش هكا اللي يعطيه هكا الاجابه ويتفاعل معاه هكا يقول لك مسكين ويعطيه الاجابه تبقى لحالي. لا. نعم. هو الامر هذا دين، وينبغي للانسان ان يعرف ممن ياخذ دينه. في روبورتاج اول مشاهدينا الاعزاء، حبينا نسمعوكم باش نعرف الظاهره كيف انتشرت وما اسباب انتشارها. وفما سؤال اخر اخطر، هو الأضرار اللي ممكن أن تلحق بالمجتمع، ولا بالاقتصاد، ولا بالفئة، ولا بالناس اللي تمارس هذه الآفة، أضرار كبيرة وخطيرة. حبينا نسألوا أهل الاختصاص في الاقتصاد في القانون، ونسألوكم أنتم فما هي عساها تكون الإجابة في هذا المجال. شنية أضرار انتشار الرشوة على المستوى السياسي والاجتماعي، وشنية موقف القانون من الرشوة؟ والله هي في الحقيقة ما يزمناش نجاوب على هالسؤال هذا قبل ما نتعداو التعريف الرشوة وعقابها ولو باختصار شديد. بالنسبة للرشوة هي اتفاق بين شخصين يعرض أحدهما على الآخر جعلا أو فائدة فيقبلها لأداء أو الامتناع عن عمل ما. بالنسبة للتأثير على في الجانب كما تفضلت وقلت السياسي أو الاجتماعي، هو أنه تصبح فقدان الثقة في أجهزة الدولة، يعني المواطن ما عادش عنده ثقة في الدولة، وتصبح المحسوبية، وتولي هناك عبارة كما شاهدناه في تونس في عهد المخلوع، أنه اللي عنده إمكانيات مادية يمكن أن يتقلد الوظائف، ويمكن أن يتحوز بوظائف حتى ولو لم يكن، أو حتى على حساب المجتمع لو ذاك عنده تأثير على المجتمع، باعتبار كونك السيدة ذاك مش كفء باش تحط فك الوظيفة هذيك، وبالتالي تقع المحسوبية وينتشر الفساد بطبيعة. أنه حتى أنه الشعور بالمواطنة الإنسان يفقد، يولي يفقد الأمل، وبالتالي حتى العقول والكفاءات تهجر تونس. يعني تحس الإنسان يقرأ 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 في الأخر ما يلقاش مكانه، فيضطر إلى الهجرة البحث عن العمل أو مكان تواجده. وبالتالي عندها تأثير الرشوة على المجتمع تأثير جد سلبي، ويمكن أنه يخلي الدولة القدام تسير خطوات بخطوات إلى الوراء. موقف القانون من الرشوة؟
والله كما كنت فضلت وقلت لك راه القانون التونسي هو قانون صارم ويعاقب وصل كما قلت لك العقاب من 10 سنين حتى ال 10000 دينار خطيه وال 20 سنه الى 20000 دينار خطيه، وانه كيف القانون يشدوا بالضبط يعني يمسكوا هو القانون صارم لكن ما هوش مطبق حقيقه، لانه اللي يشدوه متلبس بالرشوه وتتوفر فيه الاركان الماديه والمعنويه بالطبيعه، فيحرموه من الوظيفه العموميه ويعاقبوه بالأضعاف الفلوس اللي خذاها أو الرشوة اللي تقبلها. وبالتالي القانون التونسي هو القانون المنقح طبعا هو قانون صارم ويليت يقع تطبيقه، وبالتالي لو كان جات يعني بالفعل يطبق لكانت حقيقة تونس تسير نحو الأفضل وبخير. حسب رأيك أنت كيفاش نجمو نكافحو الرشوة ونقضيو عليها في تونس؟ كيفاش نجمو نقاوموها؟ معناتها الإنسان يكون مقتنع في حد ذاته لأن الرشوة ماهيش باش توصلو حتى شيء، والشيء هذا نشوفوا فيه معناتها انا تو نخدم في وظيفه عموميه ونعرف معناتها الكلام اللي نقول فيه نعرفه، فهمت؟ خاطر سبق وبرشا زملاء تعرضوا للتونتاسيون تاع الرشوه، وفما شكون قبل وفما ودوسيات في عوض تتقضى بالعكس قعدت، فهمت؟ يعني انا نتصور ان الانسان يكون معش تعرض للتجربه نتاع الرشوه يعممها على الناس الكل، فهمت؟ يقول راهو ما عنده وين يتوصل. بالإدارة تتحسن الإدارة التونسية وتحسن علاقاتها مع المواطن، تكون هكاك قضينا عليها مش 100% على الأقل قضينا على 50% ونخطو خطوة باهية إن شاء الله. لازم الإدارة تعرف العوانم نتاعها اش تخرج واش تعرف اش تخدم شكون تخدم مش اللي جيت تخدمه. لازم التربية على أسس من القاعدة من الصغار اني هيك مش باهية وحرام، فهمتي؟ ومن الاخلاق ان انسان انت خدمتك تقوم بواجبك تقوم به على احسن ما يرام، مش حتى نعطيك قهوتك في يدك باش تسجدني، فهمتي؟ الرشوه هي ظاهره تتحارب انطلاقا من المحاكم انطلاقا من القانون، القانون نتاعنا موش قاعد يحاصر في الرشوه. القانون نتاعنا يمنع الرشوه والمرتشي نظريا لكن عمليا موش قاعد يمنع، فهمت؟ اسمها هي راهي تغلغلت في المجتمع التونسي كان ما خيش نجم تنحيها. كون ما توصل من فوق للوطا للكل من زي ما خيش نجم تنحيها. توعية يجب أن المواطن يوعى بخطورة الآفة هذه لأن النتائج بتاعها كبيرة برشا على المجتمع، يعني تبدأ لك برشا ومن بعدك تتطور برشا حوايج أخرين، ولهذا يجب القضاء عليها في إطار يعني مشروع قانوني يقوم يعني من قبل يعني رجال قانون ورجال اختصاص يعني في الاقتصاد في كل شيء باش يحاربوا الظاهرة هذه اللي خطيرة برشا على المجتمع ويلزم محاربتها بشتى الوسائل. نعلموا صغارنا الجيل اللي جاي نعلموه معنا اللي الرشوة ما توصلش. يلزمنا نصلحوا مخاخنا احنا التوانسة الكل، نبداو احنا يمكن احنا الجينيراسيون اللي انا فات فيها الفوت، فهمت؟ نبداو من الصغار الجيل الطالع الصغير هما الحل فيهم، هما توفر الظروف كلك سواء في علم في امكانيات في كذا باش ان تجم تنحي الرشوه. معناها في الاداره انك تراقب الخدامه من الصغير للكبير. هذه ارائكم، هذه مواقفكم، هذه ايضا اراء بعض المختصين من الخبراء من اهل القانون، حتى نتعرف مع بعضنا عن الاضرار اللي ممكن تلحق بالفرد وتلحق بالمجموعه نتيجه هذه الافه الخطيره اللي تنتشر في المجتمع. ومكالماتكم اللي توصلنا عن طريق التليفون مش يكون ليها مكان معانا اليوم، فاهلا وسهلا بها، والرقم 74 621 607، هو يخليكم مباشرة معنا. نرجع لهم مسليم من تونس، أهلا وسهلا بكم مسليم. به يبدو أنه فهم مشكل في الخط مع أم مسليم. نحاول أنه أستاذ أحمد نتعرف عن الحكمة من تحريم الرشوة، سألت السؤال هذايا، والإسلام علاش حرم الرشوة؟ شنو الأضرار اللي ممكن تلحق جراء القيام بهذه الآفة؟ شوف، الرشوة تدمر عنصر المحبة والمودة وتجعل العلاقات قائمة على المصالح وعلى المادة. نعم. لأنه مجتمع المسلمين هذا المجتمع الإيماني يعني أبرز ما فيه أنه مجتمع الأخوة، يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. نعم. لا يخونه ولا يسلمه ولا شفت ولا يحقره، معناها كل ما يؤذي المسلم من المسلم مرفوض، لأنه
انت تتصور تو اللي يعطي رشوه معناها كيف نحلوها في الواقع هو فرحانه؟ اللهم الا اذا كان ماتت فيه الحس ومات فيه الخلق ومات فيه الوازع الديني. في الغالب اللي يعطي الرشوه مضطر، كل انسان يعطي الرشوه ماذا به لو كان يقضي قضيته من غير رشوه، هكا ولا لا؟ صحيح. إذن فما نوع من الاكراه حتى كان هو يتظاهر او يصرح بانه مثالش على خاطر لا مناص من ذلك، على خاطر تفشت في المنظومة المجتمعية وصارت مقبولة بين ظفرين، هي مش مقبولة ما صار الناس يعتبرونها مقبولة ويقول لك هكا هو متاو ما تجم تقضي قضيتك كان ما تدفع رشوة. نقولوا لا، ما يلزمش ننظر النظرة هذه، راهي الرشوة تهدد الأمن وتهدد السلم، تهدد المحبة بين الناس، تهدد الأخوة، وتزرع نوع من البغضاء الدفينة، ويولي مجتمع القوي يأكل الضعيف، وهذه معناها معضلة كبيرة.